ماجد وش لفت انتباهك؟ أنا ودي بس أقول أبو تركي أنه من أيام ما كان عندنا برنامج إلا كل يوم خميس قد ما كان طيب الذكر الله يذكره بالخير محمد خيري، وكان الظاهر إعداد عبد الله المقحم، وإحنا نسمع هذه الأسطوانة. إحنا عندنا مشاكل، تغيير مدربين، الإدارة غير احترافية، ونفس الشيء قاعد يحصل. كل لو تخصص كل البرامج من هنا إلى بكرة توجه رسائل لرؤساء الأندية، للمشرفين، أنتوا قاعدين المدرب ذا اللي حطينا شماعة، وبعدين تعال أصلا من هو اللي يقيم المدرب؟ يعني فيتوريا ذا اللي صاحب الدوري الاستثنائي حق النصر، اليوم أنا أضحك العالم اللي قاعدة تقيمه، يعني أنت مين عشان تقيمه؟ معليش مع كل احترامي، يعني أنت مين عشان تقيمه؟ اليوم أنا في الاتحاد مثلا أقول المشكلة مش بس في سيارة، الاتحاد عنده مشاكل الدنيا كلها على المستوى الإداري والفني وكل شيء عنده مشاكل.